بال نروحوا للتكوين وكل واحدة تخدم أربع أشوار أربع مراكز. نظم المركز 555 للتدريب المتخصص في النقل، أبواب مفتوحة لفائدة الجمهور لهذا اليوم 29 مارس 2022 بهدف فتح المجال أمام الشباب الراغبين بالالتحاق بمؤسسات التكوين لقيادة القوات البرية وللتعرف عن كثب عن شروط الانخراط ومزايا الانتماء إلى مؤسستنا المؤسسة الجيش الوطني الشعبي سليم جيش التحرير الوطني.